لو انت مرتبط بشخص والشخص ده بيتجاهلك او بيتهرب منك او بيعاملك بطريقة مش كويسة، فالفيديو ده هيفيدك. في الجزء الاول من الفيديو هقولك على 4 خطوات في علم النفس العكسي هتخليه يرجع مرة تانية يهتم بيك واكتر من الاول كمان. وفي اخر الفيديو هقولك على اهم سر في علم النفس واللي هيخليك من اصحاب الشخصيات القوية اللي بتتحكم في مجرى اي حوار او اي علاقة. تابعني للنهاية. اول خطوة هي انك ما تلتزمش ناحيته باي حاجة. اسهل طريقة تقدر من خلالها انك تفرض قوانينك على اي شخص هي انك ما تلتزمش باللي بيطلبه منك. يعني اي حاجة بيطلبها منك ما تعملهاش، وكده مش هتكون ملتزم ناحيته باي شيء، وكده هيلاقي نفسه دايما بيحاول انه يخليك تلتزم ناحيته. يعني هتلاقيه بيبدأ يعاتبك ويمكن يهددك كمان بانه يسيبك. هتلاقيه بيبدأ انه يحاول يحسسك بالذنب من خلال انه يلومك او يلعب دور الضحية، وهو هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي هيخليه يرجع يتعلق تاني. طب ازاي؟ قيس ده على نفسك. هتلاقي ان اكتر شخص بتلومه هو اكتر شخص انت متعلق بيه، وده معناه ان الشخص اللي بيلومك او يعاتبك، الشخص اللي بيحاول يصلح فيك حاجة ويخليك تلتزم بكلامه، هو الشخص اللي بيتعلق بيك. وعشان يخليك تلتزم بكلامه فلازم من البداية ما تلتزمش بكلامه، لكن لو كنت بتمشي على عجين ما تلخبطوش فده مش هيخليه يكون عنده رغبة في انه يصلح فيك حاجة، لان كل حاجة فيك كويسة وللأسف هيتجاهلك. عشان كده لازم ما تلتزمش ناحيته بحاجة. هتقولي طب ما كده ممكن يزهق ويمشي. عشان كده لازم تعمل الخطوة التانية، وهي انك تطمعه. خليه يطمع في حاجة. لازم تعرف ان العلاقات للأسف بيحكمها المصالح، ولما يكون عندك مصلحة في حاجة فهتلاقي نفسك بتقدم اللي تقدر عليه عشان تاخد مصلحتك. يعني الشخص اللي مطنشك وبيتجاهلك ده، مصلحتك معاه هو انه لما بيقرب منك بتكون سعيد جدا وفي احسن حالاتك، بمعنى ان انت هنا عندك مصلحة. ما ينفعش نكذب على بعض، انت عندك مصلحة معايا، والمصلحة دي للأسف عاطفية، وعشان كده انت بتتنازل، عشان كده انت بتحاول تقدم له وتلاحقه وتتصل بيه وتجري وراه. فكل اللي انا عايزه منك هنا انك ما تقعش ضحية للأسلوب ده وتعكس الموضوع. يعني خليه هو اللي يبقى عايز منك مصلحة. طب ازاي؟ حاجة بسيطة جدا. حاول تعرف ايه هي اكتر حاجة محتاجها الشخص ده، ايه اللي بيدور عليه، ايه هي الحاجة اللي ممكن تغريه، وبعدها حاول توهمه ان انت بتمتلك اللي هو بيدور عليه وانك تقدر تديله الحاجة اللي هو بيدور عليها. وهنا هتلاقيه مش بيعمل اي حاجة غير ان هو بيجري وراك ويتعلق بيه. اما الخطوة الثالثة هي انك بعد ما تطمعه لما تيجي تتكلم معاه خليه هو اللي يكتر في الكلام مش انت. خلي كلامك معاه قليل على قد ما تقدر. كل ما كترت في كلامك كل ما قلت هيبتك. هي دي المعادلة اللي انا عايزك كده تطبعها وتعلقها في قطك، لان الناس اللي كلامهم كتير هم الناس اللي بيحاولوا يلفتوا الانتباه ويشرحوا نفسهم، لانهم بيبقوا عايزين دايما يقنعوا اللي قدامهم بنفسهم. فاللي عايزه منك هنا هو انك تقلل كلامك معاه. يعني بعد ما يتجاهلك او يضايقك ويجي يفتح معاك كلام، رد عليه رد من كلمتين. انت كنت محتاج حاجة؟ ردك ده هيبين له انك لاحظت غيابه وما عجبكش اسلوبه، وده اللي مخلي كلامك قليل جدا، وده اللي هيخليه يحس انه غلط. هيحس انه غير مرغوب، هيحس انه غير مرغوب فيه ولازم يعتذر ويحاول يرجع لك مرة تانية. اوعى تبقى من الناس اللي بيكتروا الكلام. الناس اللي بمجرد ما بيغيب عنهم شخص او يتجاهلهم ويرجع يكلمهم فيرجعوا يتكلموا معاه ويبعتوا له كلام كتير جدا، يعاتبوه ويقولوا له طلباتهم ويوضحوا له انزعاجهم. اوعى تعمل كده. الخطوة الرابعة ودي اكتر اسلوب لو نفذته صح هيوصلك للي انت عايزه، وهو الغياب. لازم تعرف ان الناس المتاحين دايما ما بيلاقوش اي تقدير ولا بيكون ليهم قيمة. ليه؟ لانهم دايما موجودين، وكل ما كان الشيء اللي قدامك نادر جدا كل ما زادت رغبة الناس في ان هم يقربوا للشيء ده وياخدوه. فلازم انت تكون واحد من الناس النادرة، واحد من الناس الغير متاحة دايما. يعني لما تلاقي الشخص اللي كان بيتجاهلك ده بقى عايز يقابلك، أجل الميعاد. لما تلاقي انه عايز يتصل بيك حاول تختفي وما تردش على اتصالاته. لما تلاقي نفسك بتكلمه لمدة 2 أو 3 ورا بعض لازم تختفي في اليوم الرابع، وده هيخليه يدور عليك ويستناك بفارغ الصبر. ولما ترجع هتلاقيه بيديلك كل الاهتمام ومش هيتجاهلك مرة تانية. اما النقطة اللي بعد كده هي انه لما يرجع بقى يتكلم معاك مرة تانية بعد ما كان بيهملك،
تستعمل معاه أكتر معلومة سحرية، واللي بيستخدمها الناس اللي شخصياتهم قوية واللي بيقدروا إن هم يتحكموا في مجرى الأمور أو في مجرى أي حوار أو أي علاقة. المعلومة دي هي إن أنت قدامك 15 ثانية بس، لازم تعرف أثناء تعاملك مع أي شخص قدامك إن أنت قدامك 15 ثانية عشان تخليه يعمل الحاجة اللي أنت عايزها، قدامك 15 ثانية عشان تفرض شخصيتك، 15 ثانية عشان تديله درس ما ينساهوش، قدامك 15 ثانية عشان تخليه يحبك أو يكرهك. وده معناه ان اول 15 ثانية من اي احتكاك، من اي مقابلة، من اي محادثة هي اللي هتحدد ايه اللي هيحصل بعد كده. يعني لما يكون في شخص بيتجاهلك ويعاملك باسلوب مش كويس ويجي يتكلم معاك، اعرف ان اول 15 ثانية من مكالمتك معاه هي اللي هتحدد هل هيعتذر ويتعلق بيك ويخاف يخسرك، ولا هيستمر في انه يطنشك ويتجاهلك. يعني لما تقابله او يكلمك ويلاقيك مش منزعج، ويلاقي ان ردة فعلك عادية جدا، ويلاقي انك بتتكلم معاه كأنه حصلش حاجة، فهنا هيتمادى، هنا هيتمادى في انه يتجاهلك ويطنشك، وكده انت هتكون بتأكد له انه بيمتلكك بنسبة 100%. لكن لو لقى ان انت في اول 15 ثانية من احتكاكك بيه ان انت واخد موقف ومنزعج وترد عليه بطريقة مش كويسة، فهنا هتلاقيه بدأ انه يحس بمشاعر الخوف، وهيتأكد ان الوضع بينك وبينه مش كويس ولازم يصلحه. فبالتالي لما تقابل الشخص اللي كان بيتجاهلك ده وتبدأ معاه أول 15 ثانية من كلامكم بكلام رومانسي وتقول له وحشتني، كنت مختفي فين، ليه ما اتصلتش بيا، لو بدأت كلامك بالجمل دي، فالجمل اللي أخدت أول 15 ثانية من كلامك هي اللي هتحدد الشخص اللي قدامك هيكلمك إزاي. وطبعا هيكلمك بطريقة مش هتعجبك، لأن أنت أكدت له أن كل حاجة تمام وأن أنت لسه موجود رغم تجاهله ليك. ودي من أهم المعلومات النفسية اللي لازم تكون فاهمها كويس جدا، واللي حبيت اوضحها لك في الفيديو ده. شاركتك اهم المعلومات في علم النفس العكسي، وبصراحة بيني وبينك كده احيانا بفكر ان منشورش النوع ده من المعلومات، لان للأسف ممكن بعض الناس يستخدموها بشكل مش كويس، لكن انا دايما بفترض حسن النية. عشان كده انا عامل الفيديو ده بس للناس اللي محتاجين جدا المعلومات دي عشان يرجعوا كرامتهم او يقووا شخصياتهم ويحاولوا يصلحوا علاقتهم. عشان كده انا هفترض دايما حسن النية وهفضل اشارك المعلومات دي، لاني عارف انكم محتاجينها جدا في حياتكم.